لدينا الآن إثبات توازي مستقيم. في الواقع طلاب، سوف أستخدم مفهوم الارتباط الخطي الإشواعي في إثبات توازي مستقيم، لأن الشعاعين المرتبطين خطيا يكون المستقيمين الحاملين لهما متوازيين. لذلك لدي التطبيق التالي. يقول هذا التطبيق: نتأمل المثلث ABC ولتكن I النقطة المحققة للعلاقة AI تساوي تلت AB، والنقطة G المحققة للعلاقة AG تساوي تلاتة AC. انظر إلى المثلث ABC. ABC I تنتمي إلى AB، وتحقق أن AB تساوي تلت AI تساوي تلت AB، يعني AI قسم و IB قسمين، حيث أن AB ثلاث أقسام. ولدي النقطة J تقع على امتداد AC، يعني تقع على المستقيم AC، والتي تحقق AG تساوي ثلاثة AC. والمطلوب، الطلب الأول: اكتب IC و BG بدلالة AB والAC. اثنين: استنتج أن المستقيمين IC و BG متوازي. بداية طلاب، عم يطلب مني أني اكتب IC والBG بدلالة AB. لنبدأ بالIC. الشعاع IC حسب شال ماذا يساوي؟ IA زائد AC. لكن الIA ألا تساوي تلت AB؟ بس اختلف معي الاتجاه، لذلك راح أقول تساوي ناقص تلت AB. IA تساوي ناقص تلت AB، لذلك بعوض بدل IA ناقص تلت AB، يصير معي ناقص تلت AB زائد AC. وهيك أنا بكون كتبت الشعاع IC بدلالة الـ AB والـ AC تساوي IA زائد AC حسب شال، لكن الـ IA تساوي ناقص تلت AB، عوضت في عبارة الـ IC، صارت IC تساوي ناقص تلت AB زائد AC. أنتقل إلى الشعاع BG، كمان لازم أكتب الـ BG بدلالة الـ AB والـ AC. BG حسب شال، كيف بقدر أكتبه؟ B A زائد شو؟ أريد الجواب طلاب. B A زائد A G. A G أحسنت يا شهد، زائد A G. B G هو B A زائد A G، ولكن ال B A حصلت عليها أنا، بدل A B فقط، بضرب بناقص وأحصل على ناقص الـ AB. الـ BA هي ناقص AB. طيب الـ AG ألا تساوي 3 AC؟ أقول معناته زائد 3 AC. انظر، لدينا BG حسب شال تساوي BA زائد AG، لكن الـ AG تساوي 3 AC. AG تساوي 3 AC و BA تساوي ناقص AB، ولنعوض بناء على ذلك. أحصل على، نعوض طبعا في عبارة BJ، أحصل على BJ تساوي الـ BA كتبتها ناقص AB زائد الـ AG كتبتها 3 AC. هيك أنا طلاب كون كتبت الـ IC والـ BG بدالة الـ AB والـ AC. طلب الثاني: استنتج أن IC و BG متوازيين.
حتى يكون المستقيمين IC يوازي BG كمستقيمات، يجب أن نثبت أن الشعاعين IC و BG شو مرتبطين خطيا. إذن حتى يتوازى المستقيمين IC و BG يجب أن يكون الشعاعين IC و BG مرتبطين خطيا. نمعن النظر طلابنا في العلاقة واحد وفي العلاقة اثنين. العلاقة واحد بتقول IC يساوي ناقص ثلث AB زائد AC، والعلاقة اثنين بتقول BJ تساوي ناقص AB زائد 3 AC. ألا يوجد علاقة ما بين IC و BJ؟ انظر، هون ناقص ثلث صارت ناقص واحد، الأشعة نفسه. الAC كانت هون واحد صارت 3 AC. شو اللي صار؟ ألا أرى أن BG نتجت عن IC بالضرب بالعدد 3؟ انظر بمقارنة العلاقة 1 و 2 BG تساوي 3 AC، وهذا يعني أن الشعاعين BG و AC مرتبطين خطيا. وطالما BG وال AC مرتبطين خطيا، فالمستقيم BG يوازي المستقيم AC. هذا الكلام صياغته وعرضه في الشريحة الثانية، سأنتقل هذه الشريحة. إذن أنا بدي أثبت أن الIC والBG متوازيين، معناته حتى يكون الIC والBG متوازيين لازم أثبت أن الIC والBG كشواعين مرتبطين خطيا. العلاقة الأولى كانت IC تساوي ناقص ثلث AB زائد AC، ليس كذلك؟ ناقص ثلث AB زائد AC. العلاقة الثانية BG تساوي ناقص AB زائد 3 AC، هاي واحد وهاي اثنين. أنا بدي أثبت أن الشعاعين IG و BC، IC و BG مرتبطين خطيا، قلت لأضرب العلاقة واحد بالعدد 3. انظر، بيصير معي 3 IC تساوي ناقص ثلث بثلاثة ناقص AB زاد 3 AC. طيب الـ AB زاد 3 AC أليست هاي الـ BG شخصيا؟ معناته 3 AC 3 IC يساوي BG، وهذا يعني أن الشعاعين BG و IC مرتبطين خطيا، وبالتالي المستقيمين IC و BG متوازيين، وبالتالي المستقيمين IC و BG متوازيين. هذا طلابنا ما يتعلق بإثبات توازي مستقيمين باستخدام الأشعة.